بسم الله، شرح بسيط لموضوع فكرة البلو برنت. ايه فكرة البلو برنت؟ فكرة البلو برنت يعني انا برمج بس من غير ما ادخل كود وبرمجة وكده. لا، يبقى الموضوع سهل وبسيط. على سبيل المثال، مثلا في الكونتنت هنا بتلاقي المقسم لك هو الشغل بتاعك، الجيومتري لوحده والفيرست بيرسون لوحده وهكذا. الفيرست بيرسون دي يعني اللعبة دي من منظور الشخص اللي ماسك الحاجة وماشي. فانا هقول له انا عايز الفيرست بيرسون، ولا هنا البلو برنت. اقدر اقول له اد بلو برنت، هدوس هنا واقول له انا عايز اضيف بلو برنت، واقول مثلا بلو برنت بلس. يقول لي بقى انت عايز اكتر ولا باون ولا كاركتر، كل واحده من دول هنبدا نشوفها بالتفصيل. خلينا نختار اول واحده. هيبدا يفتح لي شاشه البلو برنت. هي تقريبا قريبه من شاشه هناك، بس هنا يبقى هدفي ان انا اكتب كود. اكتب كود يعني ايه؟ فهنا المفروض ان انا بدل ما برمج، لا، هتبقى البرمجه مرئيه. يعني ايه برمجه مرئيه؟ يعني مثلا على سبيل المثال انا هقول له مثلا عندي ايفنت، يعني حدث معين لما يحصل ابدا ينفذ حاجه معينه. فاجي هنا فاجي اقول له انا عندي هنا الايفنت جراف اللي موجود ده، بيقول لي ايفنت بجنب ليه. طب لو مش موجود عندي، فاجي هنا اقول له ايفنت بيجن، بدأ يظهر لي الأمر اهوت. أقدر أخده كده تمام، وأقدر أسحب وأقول له بقى إيه برنت، يطبع لي كلمة معينة، يطبع لي مثلا برنت سترينج. وبقى هنا المفروض إن هو بيقول لي هلو، لا أنا عايز أقول له هلو هلو وورلد. طيب وبعد ما يقول لي هلو وورلد ده المخرجات، أقول له المخرجات بتاعتي برضو برنت هاي عمر. يبقى كده ايه اللي هيحصل؟ ده هنا في ايفنت اسمه بجين بلاي، يعني اول ما نبدا اللعبه. فسيف واقول له كومبايل وروح قافل او مصغر، واجي هنا في اللعبه دلوقتي هنضيف البلو برنت اهو، واقول له بلاي، هيبدا يظهر لي هلو وورلد، وبعد كده يظهر لي اي او. طيب ممكن اجي هنا واقول له انا عايز اغير في اللون مثلا، خلي اللون ده اي لون انت عايزه. تمام، تقدر تختار اي لون مناسب ليك، وتقدر تقول له برنت اون سكرين او لا، برنت لوجو او لا، الديوريشن تظهر كام ثانيه وهكذا. طيب لو انا عايز الحاجه يعني تفضل مكرره معايا، فعندي برضو ايفنت اسمه تيك. كل حاجة بتحصل عبارة عن ايفنت، يعني نفذت الحاجة دي لما الحاجة دي تحصل. عايز ألغي دي أعمل إيه؟ أجي هنا وأروح داس اليمين وأقول له بريك، يبقى دي خلاص كده كأنها عدم سواء. أسحب دي هنا بقى وأقول له إيه؟ تك دي يعني هيقعد يكرر. تمام، أقول له موبايل وسيف، ونجي هنا بقى أقول له بلاي، هتلاقي الأمر بدأ يكرر معايا بالشكل ده. وخلي بالك بقى تغير اللون الأصفر اللي